أيضا أحبتي في فقرة قدها وقدود، كما قلت ندعم أيضا المهرجانات والفعاليات. وقبل لا أنتقل للمهرجان، أنا أشكر إسلام اللي زودني بهذه الصور الجميلة. اليوم طبعا المهرجانات والفعاليات تحاول قدر الإمكان بث الجمال في العراق من خلال فعاليات فنية وثقافية، وتحت شعار الغربية تقرأ أقام تجمع مواهب ومبدعي الغربية البيت الثقافي ومكتبة الريشة في هيت بالتعاون مع شعبة الموارد المائية في هيت معرضا للكتاب على أرض نواعير هيت، وتم افتتاح الرسمة الجدارية في النواعير لصاحبها الفنان عبد الله سمير، وتخلل المهرجان عزف على العود مع العازف الملحن أيضا أيهم محسن. لنشاهد هذه الفعالية، وطبعا أشكر جزيل الشكر مكتب قناة الفلوجة في أربيل على المساهمة بشكل كبير في نقل هذه الفعاليات والمهرجانات لبرنامج ظهرية. قامت شعبة البيت الثقافي هيت وبالتعاون مع مكتبة الريشة وشعبة الموارد المائية في هيت معرض للكتاب. المعرض حمل عنوان الغربية تقرأ. الهدف من هذا المعرض هو حث الشباب على القراءة. أقيم المعرض على أرض نواعير هيت. الغاية من إقامته على أرض نواعير هيت هو لدعم وترويج لملف حرفة صناعة النواعير الذي أكمل إعداده من قبل دائرة العلاقات الثقافية العامة، والذي سوف يصوت عليه في اليونسكو نهاية هذه السنة. شكرا لجميع من حضر، شكرا لسيد قائم مقام قضاء هيت ولمستشار محافظ الأنبار لحضورهم هذا المعرض. تم اليوم والحمد لله استقبال مجموعة مبدعة من الأدباء والشعراء للمناطق الغربية من كافة الأقضية والنواحي في موقع نواعير هيت بعد تأهيله وفي حليته الجديدة، بالإضافة إلى الفعاليات التي أقيمت من قبل المكتبات للكتب الشعرية والأدبية. تم افتتاح جدارية بالخط السنبلي للمبدع الرسام عبد الله سهيل، حيث أن هذا الخط خط جديد. توجد جدارية واحدة في بغداد، والجدارية الثانية الآن أصبحت تنور موقع النواعير بواسطة أنامل المبدع الرسام عبد الله. طبعاً بعد جياتي للنواعير لاحظت إنه هذا الحائط جاي يشتغلون عليه ويرممون به، فأنا من مدخل الخط السنبلي قلت إنه هذا الحائط ممكن بالخط السنبلي أسوي به أشياء ممكن تفيد، يعني شيء تذكر به أشخاص مثلاً قدماء تركوا أثر بهالمكان. فطبعاً فكرت بأنه هذا الموقع أنه يصير بيه بالخط السنبلي. تواصلت ويا الساد رأفت اللي وصلني، رأفت جابر اللي ساعدني وصلني الموارد المائية في هيت. طبعاً رحبوا بالفكرة واشتغلنا هذا العمل. العمل طبعاً بشكل كلمة بالإنجليزي I love heat. I love heat بيوم عيد الحب صارت I love heat. فشون انه تنبين انه حبوا لهذول الاشخاص اللي تركوا اثر بهيت. الشخص العادي اللي ما يعرف الاسماء ايش راح يجي يقرا اي لاف هيت، ممكن ما يقدر يقرا الاسماء يحس بها صعوبه، ايش راح يشوف احرف عربيه ومكتوب بها انجليزي، يعني هم بفكره راح يشوفها. فهذا المكان الاثري سويت به هيك شغله هم مختلفه وهم تكسر النمطيه. نظمنا اليوم بازار تجمع ومواهب مبدعين الغربيه بعنوان الغربيه تقرا، هو الاهم اظهار الصوره الساميه عن محافظتنا محافظه الانبار واظهار المواهب المدفونه التي تستحق التسليط الاعلامي، وقام بهذه العنوان الغربيه تقرا في قضاء عانه وفي قضاء راوه، واليوم متواجدين احنا في قضاء هيت، وان شاء الله تكون وتتكرر هذه المهرجانات والبازارات لاظهار الصوره الحقيقية عن الشباب الأنباري.